يمزجون الخيط باللون والذكريات بالتاريخ، أصابعهم ثروتهم، مهنتهم فخرهم، وأيضا عجزهم أمام زحف الماكينة، أي الآلة التي بدأت تسرق منهم جهدهم لتصنع نفس الخيام بنفس الأسلوب وبنفس الألوان، ولكن بلا خطأ بشري واحد وبلا ذكرى ولو باهتة. وهكذا عزيزي المشاهد، بدأت هذه المهنة تندثر في وقار يليق بماضيها الذي يعود إلى عمر الخيام نفسه. عزيزي المشاهد، وفي حي الخيامية سألنا عن المقهى اللي بيتواجد فيه فناني الخيامية. ولاد الحلال دلونا على هذا المقهى والتقينا بعم حسن. عم حسن، أهلا وسهلا. الحقيقة مش لاقيين إلا أنت هنا في القهوة يا عم حسن. والله معلش، هي ظروف كده، لأن أنا المحل بتاعي جنب القهوة يعني على طول. فأنا محتاج عمال، فجاي مستني يعني لما أشوف أي حد. لكن هو في الأغلبية يعني بعدين بأن هما بيتقابلوا كلهم هنا، وبنقعد هنا وبنتحاسب هنا ونتفق مع بعض على شغل. فهنا أقرب قهوة يعني جنب الخيامية. طب عم حسن، ممكن توصف لي المكان اللي احنا قاعدين فيه؟ والله هو المكان دوت يعني ده شارع الخيامية، والحي اللي احنا فيه دوت شارع الإرابية اللي هو فيه سوق الجلد. قدام شوية كده هو في شارع سوق بتاع الرخام. فيعني اي صنعة تخطر على بالك ليه في المنطقه بتاعتنا دي. وهنا شارع الخياميه، وهنا بوابه المتولي في صالح طلائع. يعني اي صنعة تخطر على بالك تلاقيها في نفس المنطقه بتاعتنا دي. طب محلك يا عم حسن قريب من هنا؟ ده دقيقتين. طب ممكن نتفرج على محلك ونتكلم عن الصنعه أهلاً الجميله وسهلاً. او الفن الجميل ده. اهلا وسهلا، يا ريت. يلا يا عم حسن. يلا. عم حسن، واحنا أيوة. في القهوة قلت لي ايه؟ انا قاعد هنا مستني عمال. هو أيوة. في ازمة في العمال؟ طبعا. طبعا. ليه؟ لان هي كل مدى بتنقرض الصنعة ديت، وبعدين في طباعة بدلها طلع. يعني في اللي هو مش الصوان دوت دلوقتي طلع طباعة. فكل مدى المهنة هتنقرض. محدش بيعلم كمان النهاردة. بس هي مش صعبانة عليك انها تنقرض؟ لا طبعا. الفن الجميل طبعا ده. لانها مهنة اجدادي طبعا يعني. وبعدين يعني هي حياتي المهنه دي. وبعدين لازم يعني اللي بيغواها هو اللي بيشرب منها هو اللي بيتعلمها، لكن ما اقدرش اجيب اي حد مش غاويها واعلمه. طب قول لي يا عم حسن، ايه علاقه الخياميه بعمر الخيام؟ انا والله انا على حسب السمع ان احنا اللي نعرفه ان عمر الخيام كان اصل دي مهنته. ده على حسب السمع يعني. كانت هي المهنه دي مهنته. فلذلك ان هم سموا يعني عمر الخيام عشان المهنة اللي هو مهنة الخيامية دي. يعني هو كان بيشتغل بالخيام ده على حسب السمع. على حسب السمع.
اللي كانت مهنته دي. هنا الحي اسمه الخيامية. ده شارع الخيامية مش كده؟ أيوة. طب ليه؟ لأن كان على الصفين كله خيامية. اه ودلوقتي؟ يعني دلوقتي كله بقى بتوع الجلد، وكله في بوتيكات فتحت ومحلات تانية فتحت، وبعدين ما فيهوش يجي خمسة ستة دلوقتي. يعني في ناس قفلت؟ طبعا كتير. هنا كان اسمه شارع الخياميه وكان كله خياميه، ده كان زمان بقى. لكن حاليا دلوقتي يجي خمسه سته اللي هم المحلات اللي فاتحه، فاغلبيته دلوقتي محلات بتوع جلد ومحلات يعني بتوع اقمشه وحاجات كده، لكن هم خمسه سته يتعدوا اللي هم في شارع الخياميه. قلت لي يا عم حسن اللي علمك اهلك واجدادك وكده. ايوه. هل انت ولادك بتعلمهم نفس المهنه؟ والله انا بحاول برضو، لان يعني اصلا مهنتي، فانا صعبان علي ان انا برضو اسيبها من غير ما اترك اثر برضو فيها. طبعا. فعايز برضو فليا ابني برضو غاويها، ففي الاجازه بتاعت المدرسه بيبتدي يشتغل يعني برضو. برضو في العلام وفي العلام وفي الاجازه يعني بيواصل برضو المهنه دي. والحمد لله يجي منه يعني برضو وبيعرف يشتغل يعني. طب قول لي يا عم حسن، عشان واحد يتعلم المهنه دي. ايوه. يتعلمها في قد ايه؟ لا ده عايزه صبر. عايزه صبر، وقبل كل شيء لازم اللي انا اعلمه دوت هو يكون مايل ليها وغويها وفي ميول ليها. لكن طالما مش غويها ومهما حاول معاه مش هيقدر يشربها برضه ولا يتعلمها. لا غويها. غويها اهم شيء، ان يكون غويها. يتعلم بقى في قد ايه؟ والله ممكن في شهرين. ان انا اخليه يقدر يمسك الابره ويركزها على الكوستيبان. ويبتدي ان هو يشتغل. ممكن بعد سنتين يعمل برضه حته صغيره وتبقى برضو ما بين وما بين لا. ممكن بعد سنتين كمان تقدر تبقى في الاحسن، وكل ما ده يبقى في الاحسن. لغايه ما يبقى يعني فنان بقى مظبوط درجه اولى. امتى بقى؟ يبقى بعد كم سنه؟ من بعدها لحوالي 10 سنين. 10 سنين عشان يقدر ان هو يعتمد عليه. يعتمد عليه يعمل كل حاجه. كل حاجه يعتمد يعني عليه. يعني ممكن في مثلا عامل يعمل حاجه وما يعملش حاجه تانية. في مش كده ولا كتير؟ في كتير. فانا عايز اطلعه مثلا ان هو يقدر يعمل دي ودي ودي ودي. فهو 10 سنين. طب ما جربتش تشغل بنات؟ في بنات. في عندك بنات؟ في بنات بس مش يعني مش قوي برضه، لان هي اصلا مهنتنا مخلوقه للرجاله. طب لان الصبر بتاعها يعني ايه؟ ما تقدرش بنت تقدر تصم طول النهار قاعده على الشالتك دوت وماسكه الابره وتشتغل من اول الصبح لغايه بالليل. طب دول بيقولوا يا عم حسن ان الستات عندهم صبر اكتر من الرجاله. لا هو عندهم صبر بالنسبه لان ممكن يشتغلوا في التطريز. في مهن خفيفة برضو كده على مكنة على حاجات كده، لكن دي صنعة كلها شغل يد وبالإبرة كلها. طب أنا شايفة في ألوان جميلة وتشكيلات جميلة. أيوة. مين اللي بيصمم التشكيلات؟ والله اللي بيصمم الحاجات دي إحنا، مع على حسب بقى الخبرة. وعلى حسب الخبرة، ما أنا ممكن أنا بقول لسيادتك 10 سنين ليه؟ على أساس إن ممكن لما أديله حتة بيضة مثلا وفاضية كده هو يقدر يلونها ويصمم برضو ألوان كويسة، ويصمم 10 سنين يقدر إن هو إيه يعتمد عليه ويعمل حاجه هو بيبقى من نفسه كله اللي انشئها. طب الالوان دي ما تبهتش يا عم حسن؟ لا الالوان ثابته كلها. في الغسيل؟ لا الالوان ثابته. كل الالوان يا عم كل حسن؟ كل الالوان ثابته. طب انا عندي الوان من دي بهتت على بعض. ده بقى يبقى لون باتيستا بقى. يبقى مش من عندي. ده من عندك. لا هو عامه بيبقى فيه قماش باتيستا وفي تيلاسبور. فكل حاجه بيبقى ليها سعر. يعني في مخده زي ديت مثلا دي بتتباع بسبعة جنيه، دي طبعا معروف ان ايه على حسب سعرها كده ان الالوانها باتيستا كلها. ما تتغسلش، وبعدين انا بقول للزبون برضو ان دي ما تتغسلش. لا خساره يا عم حسن تشتغل في قماش رخيص. ما بيبقى فيه خساره، لان ده فن وبياخد جهد وكده. ما هو والله بيبقى في عندنا ده وفي عندنا ده. طب مثلا يعني تعليقه زي دي. أيوه. تاخد وقت قد ايه عشان تخلص؟ بالنسبه لشغلها اسبوع. ان ديت مترين في متر. طيب مين زباينك يا عم حسن؟ اجانب ولا مصريين؟ والله من ده ومن ده. لا مين اكتر؟ المصريين. انا بتهيألي الاجانب هم اللي اقدروا الشغل. لا بس بالنسبه للمصريين ليه؟ لان انا يعني كل زباني في الاقصر. تجار برضه الاجانب يحبوا قوي الحاجات دي. ما انا ليه زباين اجانب ان هوت يعني يعني انت عارف الشغل الايد ده بره بيبقى قد كده غالي. ايوه. وهم بيقدروا. أيوة. طبعا. أيوة. الحاجات اللي ايوه ما انا كل زبايني برضه اجانب بس يعني بالكميات الاكتر للمصريين اللي هم تجار الجمله بقى يعني هم في الاقصر اللي بيبيعوا اكتر بيبيعوا للاجانب. ايوه. طب عم حسن يعني مثلا ما فيش حد من الاجانب قال لك تعالى مثلا اشتغل معاك صدر لي هديك ما هي احسن؟ والله هو في كتير. في كتير بس يعني ان يعني بيعملوا معارض بيطلبونا ان احنا نروح معاهم وكده. بس احنا بنرفض بالنسبه ان احنا يعني رحنا متعلقه في شارع الخيميه هنا.
يعني مش عايز تطلع حياتي بره. كلها في شارع الخيامية هنا. طب الخيامية دي برضو بالنسبة للخيام مش كده؟ طبعا أيوه. طيب الخيام دي كانت زمان مش بتتعمل بالإيد كلها؟ كلها كانت بالإيد أيوه. دلوقتي بقت بإيه؟ دلوقتي برضو على المكن وطباعة. لكن الأول كان حتة حتة بالإيد كلها. لكن دلوقتي بقت طباعة ومكن برضو دخل فيها. فكل يعني وقت بيتطور يعني. بس لما نرجع لزمان أصلا كانت الجودة أحسن والمصنعية أحسن. طب أنت شايف إن ده تطوير يعني يبقى من الإيد للمكنة ده يبقى تطوير؟ والله بالنسبة للوقت والأيد العاملة اللي هي يعني مخليانا إن إحنا بنستعين بالمكن والطباعة والحاجات ديت اللي بيخلينا بنعمل كده. لكن هو أصلا الحاجة اليدوي اللي تتعمل بالإيد هي دي يعني فرق طبعا. لكن اللي بيخلينا كده بقى المكن والطباعة. مفيش يعني حد بيعلم النهاردة. طب أنت متمسك بالمهنة دي يا عم حسن؟ طبعا لأن مهنة أجدادي. ولا بيجي عليك وقت تقول يا ريتني كنت اتعلمت صنعة تاني؟ لا 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 لا. حياتي فيها. حياتك حياتي فيها وروحي فيها. طب بتحس بايه بعد ما تعمل حتة يعني تبقى بيضة كده وبعدين تحييها بألوانك الجميلة دي بإحساسك ايه؟ والله بحس ان انا يعني طلع حتة فن. يعني زي سيادتي زي ما انت شايف ان انا قاعد في وسط يعني ألوانات اهيت مثلا قماش وقماش وبعدين دي جلاليب. بتعمل جلاليب؟ دي جلاليب ايوه. منقوش برضو عليها رسم برضو اسلامي. جميلة يا عم حسن. منقوش برضو عليها رسم اسلامي. يعني بحس حقيقي بالمتعة لما ببقى قاعد في مكان زي دوت في وسط الخيم والقماش والحاجات دي. هي دي راحتي. أقدم لوحة عندك فين؟ والله هو في لوحة عندي يعني معتز بيها بقالها حوالي اكتر من 50 سنة. يا سلام. فانا معتز بيها لا ما اقدرش ابيعها. ولذلك ان انا معلقه اعلان بره على باب المحل فوق يعني مرتفع شويه. فهي دي اقدم لوحه عندي يعني بقالها عمرها حوالي اكتر من 55 سنة. طبعا عم حسن الحاجات اللي بتعملها دي يعني كل ما يمر عليها زمن كل ما يبقى لها قيمه اكتر. طبعا طبعا. زي السجاجيد العجمي كده. طبعا طبعا. كل لما بتقدم اكتر كل ما سعرها كمان بيزيد اكتر. طب شغل زمان بيختلف عن دلوقتي؟ طبعا. شغل زمان كانت الغرزه كان في صناعيه متوفره. وكان في ناس متوفره. وبعدين الغرزه كانت بتبقى على ضيق. دلوقتي النهارده الصناعي بيشتغل عايز يخلص. فبيعمل غرزه على الواسع وعلى الكبير لكن مش زي بتاعت الاول. طب نقدر نقول يعني دي احلى من دي بايه؟ انت قلت غرزه ضيقه وايه أيوه. كمان؟ بتاعت زمان يعني مثلا عندنا 2 مفرشين من بتوع أيوه. الخياميه أيوه. نقول ده احسن من ده أيوه. بالغرزه الضيقه أيوه. انت قلت وايه تاني؟ بالغرزه الضيقه والفن اللي فيها اكتر. الرسم اللي فيها اكتر والفن اللي فيها والذوق اللي فيها اكتر واحسن. والقماش يكون احسن. والقماش احسن برضه. والالوان احسن. والالوان احسن. التصميم احسن. والتصميم احسن. والتصميم بيبقى على ضيق والمصانع ما يهمهوش الحته يقعد فيها يوم اسبوع. اهم شيء يطلعها بفنها. النهارده الصنايعي بيمسك الحته عايز يخلصها اوام. طبعا المعيشه غاليه طبعا ويعني فما عندوش وقت. لكن بتوع زمان بيمسك الحته ما يهمهوش بقى يقعد فيها يوم يقعد فيها اسبوع اهم شيء يطلعها على اصولها.
عزيزي المشاهد، وإذا كنت هاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من